بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شرح عقيدة واسطية قشتين توجيهي كإمام ابن تيمية رحمة الله وبركاته اللي بفرمي من غير تحريف ولا تعطيل. وعتيك لابن ما كان أهل السنة جماعة بديتي لويك إيمان أهيانا بنا وصفات كان الله جل جلاله ببي تحريف دو أتريج ببي تعطيل دو أتريج ببي تمثيل دو أتريج ببي تكييف شوار دانا حالت هي بهيت شوينا بربك إيماني كسك كأهل سنة جماعة لبارينا وصفات كان خوي بردقارو هر شوار حالت كمان بوهنا بسرت حالتي يا كميان ديرا سبكين بزاين بمعناي تشيا ومبازلي تشيا حالتي يا كم بريتيا لتحريف تحريف لزمانوانيا سيش تقريتو لزمانوانيا سيش تقريتو تبديل اقريتو تغيير اقريتو تمييل اقريتو تبديل واتا غورين واتا غورين ام تبديل شلون اكري يا لديري كاكري وشي للابي ياخذ وشي بوزياكي ياخذ وشي لابي وشي كيخي تجيكا اما راستو خو لقى القران نكراو بس لقى كتابه كان تركراو تغيير بريتيا لغورين بس يعني كم كدنوانيا زياد كدنوانيا بس لجي خويا غوران كاري بس راهيني يا نوشكا غوري باشا ياخد سروبوري وشكا غوري فتحه وضمه وكسره او عنيه غوري ياخد بيتكاني وشكا غوري جابوا التغيير عاده روكاتا وشا بزوري بلام تبديل غورانكاري روكاتا بابلين دير روكاتا طواوي وشكا بلام تغيير كزيات روكاتا بيتكانو حركه وسروبوري باشا نيجي فرمي تمييل تمييل بريتيلا لار كردنوي بيتش بي كردنوي دقك اما لازم انا وانيا طبعا بريتيالا ويكا قلبت الاصطلاح تعريفي بكي بريتيالا إمالة الكلام عن المعنى المتبادل منه الى معنى مرجوح حموق سيك اكري اتواني بدوشي وتفسيري بكي تفسير حقكي خوي لقل تفسيرك كبطالة عادة تفسيري حقي وشمان لكيو دسكبه لو معنى راستو خوي يديتناو ميشكمان لو واتا راستو خوي يديتناو ميشكمان وكوشكا ياخد ديركا بيستين ولسياقي وشكش كالتش ديركا دسمانا كبه باشو بيشي وشكا تش بيوندي كان با وشكا وهي ألما عادة معناه راس دروسي دق ما اندسك بلا ما قرب معناه ما معناه كي بودا تاشي شان هنگاوك هيا بي بيقرينا بي يكي لو أنا بون منا حركة يكي بغاري فتحة يكي ضمة يكي كسر يكي ياخد بيت يكي بغاري ياخد جي غور كي با وشكا نبكين ياخد وشي يكي اللي هل قرين ياخد وشي يكي ببينين اما با اسانی اکریتو امرو خلکی که زور خری کدی بلام کاتگ اتوان ری والمو شو دیر بکری که زورترین کس نزان بن بو دیر کوت راو بو دقی کوت راو اگر زورترین کس زانا بن کس نتوانی بکم اکسر کشف بیو خلکی که زور بگجی آجی ولی دست کاری کردو بلام جوری که کمانه لتحریف کمان لواتاکه اکری باوی که لسیاق دره هن ری واتل ريز بنديق سكانا هين ريتا دارو انجاد واتل ما بستيكي بودا تاشري وادريتا بالي كأما بستا مرجوحا بو مرجوح يعني شي يعني بيجري وتكا بيجري دقا كما بستي او ما بستا نبوا مالكو ما بستيكي رونو اشكراي هبوا لو سياقي كخوايا دقا كي تيا فرمو
وهو الخروج بالكلام عن المعنى المقصود المفهوم من اللفظ إلى معنى آخر غير مقصود ومفهوم من النص بتكلف احتمال مرجوح. بريتيلا تشي بازوري بريتيلا در كردني قسكا لو تايي كما بستيتي وليتيجي بو واتاكي تركنا ببستيتي نليتيجي باشا با بزخت كردني لخوت بو غوريني واتاكا بو واتاكا دان بيدان راوني لالان قسكرا وكوا ومبستيشيني اي تجاري واهي بزيادة وجاري واهي بنقصانة. إمام الطبري لتفسيره وآتاك فرمي يحرفون الكلمة عن مواضعه فرمي يحرفون ما أنزل الله إليهم من المعاني اللائقة بها فيخترعون لها معاني من عندهم فرمي أواتانك الله جل جلاله ما بستي ولو شكاني خوي لديركاني خوي لآتكان لصورتكان لكتب أسماني كان بقشتي أمان تشيلي أكن تحريف يكن أي غورن لو ما نايك جنجا ولا قالي كخوي برد قارم بس تبو أي غورن أي تشي أكن بو ما ناكاني يخترعون لها معانية من عندهم خويا أن كمال واتاي بوداتا شنو ولا نم حتما بس يوي أم ناوي خوي برد قارم بس يوي أم فرمودي ما بس يوي بو شوي ليكن. وسمى أهل التحريف تحريفهم تأويلا تيغشتين اگر وشا وكو خوي ليك بدريتوا دير وكو خوي ليك بدريتوا اما بيه وتري معناكي بحق واما بيه شي وتري تأويل بحق جا اهل تحريف هاتون تحريفك اخواني انانا تأويل ويبي خنجر وشا كانو بيكن با بنمايك وخلق لساري بروا بلام خوي اگر واتما شابكين تأويل دو تأويلة تأويلك حق معناه تأويلك بطال معناه تأويل حق ولا مفهوم لظاهر دقك لا نايت وكو خوي اي جسب يعني تأويل بطال بنيت يلا لا داني بوما بس يكتر ويبني ابن جرير طبري بو خوي خو تأويل مي خرابنيا بو خوي تفسيرك هنا ونا تأويل قرآن يعني ليك دانوي قرآن بلا مو ليك دانوي دو ليك دانوي بطال وبحق هرشان التأويل لا مآل وهاتوا وتعاقبتي نصك ما بستي نصك تشيا لك وتايا ما بستي دقك تشيا لك وتايا جابوا يا سيدك زور جالا تفسير طبريا كي خين تو فرمي وأولى التأويلات لله يعني ما بستي دروستي دقك آياتك بريت يلا ما أبو شيو بويا ما بستي بطالش معنى وهو تأويل فاسد وتأويل بغير دليل مخالف لظاهر النص ومقصوده فرمي أو تأويلي أوان بيه وتري تأويلي فاسد بو لبري بابي بلغة كردو يانا هج بلغي كياني بوي و بيتشواني روكشي دقاكي بيتشواني روكشي دقاكي و بيتشواني مبستكي پر وردگاريش لسياقكي أبو شو بلام تأويلي صحيح كدليل لسالة بيتشواني نصنية بيتشواني مرادنية هو تأويلك صحيح أو سيمرجع دق لفظ ومراد كما بستكاد وبلغشي هذا أو سيمرجع ليرا كافر من تحريف ما بسي قوريني ناو صفاتك يعني خواهي بروردقار يعني بتايبد ما بسي قوريني ناو صفاتك يعني خواهي بروردقار الله جل جلاله ناوي كي خوي بو باس كدوين فرميتي وانا ايمنا صفتي كي خوي بو باس كدوين صفتي كي كرد علي خوي فعلي خوي فرميتي منو صفتم كردوها من هستاون بوشتا بلام اهلي تأويل دين ام ناوى ام صفتا دسكاريك اگر دسكاري بكن لا وشكايا بون من استوى كردوانا باستولى استوى كردوانا باستولى ابن ابي الدؤاد لمكه وقت اخوي كبردي بردي مكه دروسك وكل امام احمد وهاتو كعبد الله كوري جارته
حنبلة فرميت شو بو حاج كات مو إمام أحمد فرميت شو بيني وتم إمام أحمد كات هنو يجم كلا كعبان بينين بردي كعبان هنا بيا ويان كردون وسلاب ليس كمثله شيء وهو اللطيف الخبير يعني أتكي قريبه أتكي قريبه لطيف دانا أبو لبري سميع وعليم بوچیم تحریفی کرد بو بوی صفتی سمع بو خوای پروردگار و صفتی علم بو خوای پروردگار بریار نه و خلقی که زوریش دعای کوتب بو لبروی او تحریف بو بو بدینی دولت هیز لبشتی و بو ام تحریفانا ام محرفانا لهمو سردم یکا خوان دعوتا پال دا صلات چون که عادتا اهلی بطال لهر سردم یکا کدروس تبن اگر خویان ندن پال ده صلات اتوان مذهب کیان و منهج کیان بلاو کنو بیگین بون اتوانن لبروی بلگو شریعت و حقیقت یان لانیه بلام اهلی حق چون که بلگو حقیقت و شریعت یان لانیه پیس یان بون یخوان بن پال ده صلات بو گیان دنی منهج کیان و با بلگ کان یان ایگین جام ابن ابي الدؤاد سروکی قاضي كاني دولت بو هي خليفة مأمون خليفة واثق كبر أبونو بدوية كاتبون خلافة يعني قلت بودس لسرد إمام أحمد هست أبو بم هيزا تصلاتي خوي جسفان بو ومنهج كشي جسفان بو بشيوي كارب قاتاوي آيات بقواري لكيوش بينوسي لسر بردي كعب بينوسي بو إمام أحمد فرمي لعنتي خوي ليبه آيات كاني خوي بردقاري شي قواري كيف امام احمد لما له دس بسر بو سجن بو او ما وين طبعا ام تحريف بو شي ولا وش اكري لا ديرا اكري لا بردني مهيكي وجاري واهي بغوريني فتحه وكسره وضمه جاكري بو المنوى كلم الله يعني الله جل جلاله سيكر دوا لقال موسى اي كان بشي وكلم الله موسى فتح يكي بودانا لبري هو اي كان بها يعني موسى قصي لقال الله كذو الله قصي نبوه باشا بلا مو بكاتا كام قمراي ام قصي كربتي وكلم الله يا اي كلا زانان لقال يا ابو اهل السنة ابو فرمي اي شي كي وكلمه ربه شي لمانك وجهات ولا قران كاو صريح ترى لي الله جل جلاله قسيك الله اي شي كي واذ نادى ربك موسى وتي دي باشا كلم هو وكلم الله هو وتي باشا باش ايمان بيو بلام كلمه هو بمعنى قسك الدنا ها ومعناه كي يقول ايوا معناه شي وتي تي لا كلمه وتوكل مش برينار كردنا تي يعني موسى الله جل جلاله برينار كروتي بله تي باتشي وتي باظافير الحكمه بنينوكي حكمت عقل هوشي موسى برينار كرت هستا معنا كي لا حقيقه وببي هيش قرين ودليل قريب ومجاز بيتشواني لفظك اخوي بلام كات السير السياقي اتكانك يسيرك الله جل جلاله بموسى فرموا ما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأشوي على غنمي ولي فيها من قال فألقيها يا موسى فألقاها فإذا قال خذها ولا تخف شن قاليت يا أخوي بيرد قرب موسى يعني كات أظافري حكمتي إيش تيجي ما بس بي قفت وجايوك الله جل جلاله لقى موسى كردوتي أما جوركاني تحريف كأمره كريبه مشيوا أم تحريفا أمر زور زورة و ايبينين لنا و كساني كي قمرايا كهستاون بي و انجامي عن دعوة ببر دعوامي حتى لتفسير كان يعني با اشكرايخ و يعني تو ايزاني و حتى اكي كي وكو راضي لتفسير كي خويا تفسير الكبيرة يا فتوحات الغيبة بإمامي ابن خزيمة افرمي كتابي كي دانا ولا شركة و بإمامي ابن خزيمة افرمي لكاتك امام ابن خزيمة كتابك ناوي التوحيد فرمي صنف كتابا في الشرك وكتابه الشرك واي بي ام بو لبروي لو كتب يا ابن خزيمه ردي اواني دا وتو وهيجنا وصفتك واي بيرورد غادي تاويل وتحريف نكردو
دەستکاری نەکردووە نەیگۆڕیوە. بەڵامان چونکە خۆیان نەیگۆڕن ئاوا تەکفیری عولەمای ئەهلی ئیسلامەکەنەوە ئیمامە گەورانەی بن خوزەیمەکە لەشکرێک لە زانایان فتوای ئەهلی عیلم و فتوای ئیمامەتیان بۆیاوە لە حەدیثیشە لە اعتقاد توحیدیشە. جا بۆیە بینی ئەمانە دەستکاری ناو صفاتەکانی خۆیان کردووە. بۆن ونەکە خوای پەروەردگارە فەرمێ لیما خەلەقتو بیەدەی یەدم هەیە، ئەمان ئەڵێنەوە ئیرادەی ڕەحمەیە. وە کاتیسەی تەفسیرەکان یەکەی بەو شێوە تەفسیری یەکەن، یا بە مەعنای قودرەت تەفسیری یەکەن. کاتێ بینی تەفسیری ڕەحمانەکەن بە مەعنای ئیرادەی ئیحسانی یەکەن، ئەڵێنە ئەڵڵا جەلە جەلالو بەخشندەیە، ناڵێن بەسۆزە. طبعاً کۆمەڵێ ئیلزاماتی عەقڵیێنن بۆ خۆیان، ئەڵێن ئەگەر وا بڵێن ئەبێ وابێ، ئەگەر وابێ ئەبێ وا بڵێن. بۆن مناڵێن ئەگەر بڵێن ئەلله ڕەحمانە بەسۆزە، ئەبێ بڵێن سۆز چییە؟ سۆز جوڵەی دەرونیە. جوڵەی دەرونیش لە خوایە بڕیار بدەین ئینفعالی نەفزەوە یکەین بە مەخلوق، بۆی نەیکەین بە مەخلوق، ئەڵێن خوا ڕەحمی نییە. ئیرادەی خێری هەیە بە خەڵکی، ویستی باشەی هەیە بە خەڵکی، ڕەحمی نییە، ئەڵێ وای لێکەین. بەواشیان کردووە بین لە تەفسیرەکانیانە هەر تەفسیرە کوردەکان بە ناوی خودای بەخشندە و مهرەبان، بە ناوی خودای بەخشندە و مهرەبان. ئەللاش کەلیمەی ئەلله بەچی تەفسیرەکەن؟ بە خودا، خودش یعنی رب، چون خودا کلمه‌ای فارسی و معنای ربیه. بۆی سەرکەوان هەردان بە ربوبیەتی الله یعنین، و شرکیش بەس دە ربوبیەتا بە شرک دانین، لە ئولوهیەتا بە شرکی دانانین. بۆی سەرەکەی کلمه‌ی الله کە خۆی بە ناوی چییە؟ المعبودی بالحق. کلمه‌ی الله خوای گەورە خۆی بۆی تەفسیر کردین، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. لەبەرەوەی الله معبودی بحق، تەواوی معبودەکانی تر بەتاڵن. باشە؟ بۆی تەفسیر کردین کلمه‌ی الله یعنی چی؟ هیچ ناگی ناهی الله تو قرآن خوب بیت تفسیر کردن، اما از این تفسیر که لابنی کرد، دلیل که بیان الله هو الرب و ان الربوبیت من دونه باطل. آیا لیه کنایت کرد؟ ولی هم خوی الله جل جلاله تا کبر سرای به حق بوی تفسیری بسم الله الرحمن الرحیم بهم شیو بکریم. بنایی پرسترایی به حق و کبسازو مهربانه. بهم شیو بکریم. ولی من گواری بیانم. بنایی خوای بخشند و مهربان. بمشي وتحريف رياوة لأنه وصفات كان إخوة بروردقارة وأهلي بطل أنجام عندها. أما لم دقي إمام ابن تيمية قاعدة كم قاعدة دوم لم دقيها كأفرمي ولا تعطيل، وكو بوما النية تحريف كين لنا وصفات كان إخوة بروردقارة بوما النية تعطيل إيش بكين. طبعا تعطيل بك خستنا لما بستي كلامكي ابن تيمية، وتعطيل لزمان وانيا بمعنى خلو والفراغ ده بطال كردنوو، يعني بطال كردنوو و بابلين دابراندن ده لو شتيك أبي هي بيتو تي يعني. ويا خوي برجع للقرآن فرمي وبئر معطلة، يعني بئر فارغة، بري بطال أو بيرانا بطال بون وش كان كده أبي أنت أنا ما وش أنت أنا ما جابوا براسي بطال كردنوو تيانا هيشتن ياخد ليدا براندن او تعطيلي في اوتر وكو شون بيري قاوي تيانا بمعطلة بهمان شي وناو صفتك ايش معناي نبي تعطيلي معنى كيكراو و تعطيل لنا صفاتك اني خواي بير ورد قارا ما بس بيش يا ما بس بي بطال كردنيتي لو تايك الله جل جلاله ما بس يتي بطل كردنيتي لو تايك الله جل جلاله ما بس يدي بويا أبينيهن ككتابك وانا كان خواني تواكو السني إمام أحمد هي كركيو هي خلال وكو هي أجر شريعة وكو هي باني بن بطة ولا لكاي وما نكاي خواني توسي لكي بأهلي تعطيل لنتي معطلة هركسك هولی دابه نه صفات کانی خوای پروردگار گوران کاری پیب کاو گوران کاری به سر آبی هنی آخود نفی بکا پیان و تو به هر همیان معطله آوانی و تا اصلی کل نا و کد آمالن بطالی کن لون آویکا و تا کل خوی اجری و تا ایکا لون آونا ول خوی اجری لی دامالن ایتریا و تا ایتری بونی آبینان جلو هر بونان نفیک اختاب بنوفات جابوا براسي تعطيل
لناو صفاتكاني خوي پروردگارا تعطيل لذاتي خوي پروردگارش بو همو ذاتك جوا ولله المثل الاعلى نمونه هنا برز بو خوي پروردگار بو نمونه تو يكي بيت على تو نبيكني نا ضل خوشا نا هزو تو انا ايته نا بابلين خو خواردنه هي نا جسمو يكلو بنيته هي نا عقلو هوشو بيرورات هي نا شوينو مكانته هي اما توي چي ليكل تو اور دور دا ناو هي علي وايا تو لبوني خود تعطيلك يا باشا خوني وتو بونينيه امنا وصفاتكاني لي دا برا عندي وتي بونينيه بوني امانه نيه لتويا او ابو بشي بس رنجان بوي كتوي نهشت بو اهل التعطيل كهمنا وصفات كاني خوي پروردگار بو شيو معنا كاني لي دا مالن باشا او الان خو بونينيه بلان ورده ورده يعني اكثرين يعلن اكو ملحده قبل ان خدا بونينيه واواني او معنا يعني كلنا وصفات كاني الله جل جلاله لا يبن معنا يتري بو هيلن او الله کی تر دعانه می پرستن او ان الله نه پرست هر بو سیر کی امام ابن تیمیه خو قاعده کی لم بابته فرمه المعطل يعبد عدما والمجسم يعبد صنما والموحد يعبد اله الارض والسماء فرمه وانی تعطیل کان او صفات کان پک خنو هیچ نه پرستن یا خود شیخ تر پرستن که خو اندامش وأواني كان وصفات كان نفي كان ناي هيلن أو أنا هن عفوا نوالي نا وصفات كان أشبه هيلن كدوات الباس يكين شون يتي بودانين أو أنا بتبرسن بلام واحد أوينا شون يتي بودانين ونتعطي لي أكاد شيء برسي الله جل جلاله الله يزيو أسمانك أقرب زانين بما أنه يبزانين جاوازي شيء لنوان تحريفو تعطيله جواز يكا زورا سانا تحريف لبلغة كيا عكري تحريف لبلغة كيا عكري تعطيل لوات هاي بلغة كيا عكري تحريف دي دقا كخوي اقوري تعطيل دي واتا كي باك اخل لنا بيبا او جواز يكا انا بويا براسي اهل سنة الجماعة لبران برنا وكاني خواي پروردگارا بوشي وألين كيما مشافعي فرميت أربعة بلين قينا قصة كي ابن تيمية بزاف زين إمام شافعي جوان تروي رون كبتو كافرمي آمنت بالله من إيمان با الله هنا أخوي الله خوي خوي شون باس كردوا إيمان به هنا وبما جاء من عند الله إيمان شنبهمو أو هنا وكللان الله وهاتوا لقرآن أو لسنة أوتيت القرآن ومثله معه أنزل عليك الكتاب والحكمة ما يتلى في بيوتك من آيات الله والحكمة حكمة هم إلى سنة كهم بمعنى وحيدية كخواي پروردگار دعوتي برسول الله صلى الله عليه وسلم بس بلاي أو وحي جاوز لقل بلاي قرآن كلامي الله بخوي جاوز لا كلامي رسول الله جابوا يفرمي وآمنت بما جاء من عند الله يعني هم قرآن جهاته چون ایمان با الله هنا و چون ایمان با و هنا و کبو الله هات و بوشی و یک اهل تحریف یلن بوشی یک اهل تعطیل یلن علی مراد الله بوشی الله جل جلاله خو ای و آمنت برسول الله فرمی مانیش بنا با رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم و بما قاله رسول الله و بویک رسول الله ش فرمیتی رسول الله چی فرموا باورم باوش هنا اي باشا كيمان برسول الله انا وبويك رسول الله فرميتي شلون ايمان بينا وعلى مراد رسول الله باوش وانا كخوم مك او اي بك او عالم يتري بك ام زانا وتدينا باوش ويك رسول الله فرميتي بلا تحريف ولا تمثيل لا تحريف تياكي لنا شو عندني شي تياكي تعطيل لشرعه بطال كذنا وبك خستن لشرعة سي جوري هي جوري كم يا أمريتيا لتعطيل الخلق عن الخالق بلا يا مخلوقاتها خالقينيا
أما جور يكم يعني أما كي والد دهر يكانوا فلاسفة كان والن فلاسفة ملحدين ألن بونور بديهي ناري نية باشا باكي ربوبيتي الله أخن ربوبيت لا الله أخن يعني الله خالق ومالك ومدبر نية هر شتيك نية نعي الله بي. جل جلاله وصلا أم بونور يا أخويا توتبون لخويا بصدفة ياخذ با پرسندنو با كارليكي سرشتياتو تبون كام كافرنو تعطيلي ربوبيتي خواي پروردگارك بشي دوام تعطيلي حقوقي خالق أكن يعني الله جل جلاله أو ما فو حقيه يتيب سربان دكاني وكا پرستني يتيب تنها أمان تعطيلي أكن بشي ياخد بنا پرستني ياخد بها والبريه دان بوي ياخد بداناني نيوان ديگ لنيوان خوان وخوان قريش دوان يعني يكرت هاولي شي دانا بو الله جل جلاله نيوان ديك شي دانا لنيوان خويو خوي پرور ديگر ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ما نيوان دنزيك ما انا كانوا أهل الشرك كوتونة أمر أم تعطيل و بويك أخوانا برستن هنديك يعني هل هيج نيجو عبادتنا كاما مشرك بو مشركة تعطيلي ألوهيتي خواي برورد قاري كرتو شركي تعطيلي هيا لألوهيتي خواي برورد قارا كسي كتر ماني أخوا برسي وغيري خواجة برسي وش مشركة بو تعطيلي توحيدي كردو كابي بس الله برسي هم شوية كيكي لقل برسي كسي كي كشمان هي بهمان شي وهر خوي توشي شيرك كردو حقي توحيدي الله ندا وكسي كي تر ياخذ شتي كي تر مخلوق كا بواسطه لبين خوي والله جل جلاله امش تعطيل الوهيتي خوي پروردگار قسكاني امام ابن تيميه ليريا زور ما بس امدو جوري تعطيل نيه ما بس جوري سيما كبريتيا لتعطيل الله عن أسمائه وصفاته وأفعاله بريتيلا بطال كردنوي ناو صفات كانوا كردار كاني خواي پروردگارو دابراندني لأ الله جل جلاله اوي كخوي مبستيتي لاي بدي يا هيتي بوني هني يا خود مبستي تري بوني كأما لأسماء وصفات وفعال خواي پروردگارا رودا و بيسترين جوري شركو كفرة شو كبراسي تعطيلنا وصفاتك عن إخوائي فرورد قال هم ربوبية إلغاء كاتو هم ألوهية جلغاء كاتو شو كنا وصفاتك عن كمال ثابتك عن بو الله هرشي نقصة ليدور خنو وتكامليتي وبنقصانيتي بو الله جل جلاله جيجيركا ونقصاني كمكر الى الله جل جلاله دور خنو كتونا وصفات كان لي دا براند لدو حالت يا برناكا ياخذ بزماني حاله لي الله كامل نيه ياخذ بزماني حاله لي الله نقصان اگر سيمي نبك بلي الله انا كامل نقصان وازل بين هر كامي كان بلاي ربوبيات هر كامي كان بلاي كفرة ربوبيتي خواي پروردگار بو چي كفرة لبروي ربوبيتي خواي پروردگار پروردگاريتي خواي پروردگار بدي هنا نو سر پرشتي كردنو براي بردني كارو بارو مالكيتي با كامل يگنه بناكري كا كامل يك هبو اواني همو اكرد او وقت پرستنيش بو كامل نبناكري كتو هاتي ناو صفات كان دسكاري كر كمال إخوات دسكاري كر وكمال إخوات پروردگار دسكاري كر ربوبيتي شو ألوهيتي شو دسكاري كر بو إمام ابن تيمية فرمي مذهب بيسترين مذهب بو لبروي قرآن بدرو خاتو و پیغمبرش صلى الله عليه وسلم تجهيل كان يعني برياري نزاني بو پیغمبره صلى الله عليه وسلم لقل صحابة كان و قرآنش بدرو خاتو قرآن لچرو يكو بدرو خاتو لو روي كخواي پروردگار فرمي ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء امام قرآن من دابا زانوتا سرتو رون كردنوي هموش تكتيا هيتشيش نا هو صفاتا كانش برام الله نا او رون كردنوانا ورناه قدين كخواه كردويتي ياخد الله رون كردنوي تياني اما خو من رون يكينو ازانين اما خو من ازانين خواه مبستي چه خواه خوي نازان اما خو من مبستي كي بودانينو بيچ اسفيني اوه
بدر وخس دوي وآياته ولا رؤية كتري شوا بأشكرا على بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم نيزاني ونا وصفاته كاني خوا بيرقال أم معناه هي بويا بوي نكر ديني ما خوا معنيك يا اللي قرا خوا معن بيكين بشكل بيغمراتي بويا ما بجيشتو كأما عين شد بدر وخس دوي وآياته كتري خوا بيرقال فرمي وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ام قرآن ما داد بزند سر تو بوی تو رو نیکی تو آن لان نه رو نیکر دو تو ناصفات کن داینا با خومن آب شی به خمراتی آب با خومن با و عتش بد رو خانو باشه و کافر ابن پی اما مسئله تعطیل ان شاء الله درسی داتو بخته اگر سرای کدایی ناو و دواتری شین سر بشه کانی تری عقیده که والحمدلله رب العالمين.